أصدقائي الأعزاء، يسعدنا أن نلتقي بكم في قناتنا مليون حكاية. توفي توت عنخ آمون لظروف غامضة ومن هو ليحكم بعده وزيره الصادق آي، والذي تزوج من عنخ كاسن آمون ملك الخلق. فترة حكم بدأت ثورة في تل العمارنة ضد إخنات، بعد أن نقل العاصمة طيبة إلى أخت أتون بالمنيا، وذلك بعد أن حاول توحيد الآلهة مصر القديمة المتعددة بما فيها الإله آمون بشكل إله واحد وهو أتون، ذلك في سنة 1231 قبل الميلاد، أي في السنة الثالثة بحكم توت عنخ الذي كان عمره 11 سنة. وبتأثير من الوزير آي رفع الحظ المفروض على عبادة الآلهة. هناك اعتقاد سائد أن وفاة توت عنخ آمون لم تكن لأسباب مرضية، إنما قد تكون جراء عملية اغتيال قام بها الوزير خيبر ورع الذي قام بتدبيرها. وهناك العديد من الأدلة التي يوردها المؤمنون بهذه النظرية، منها على سبيل المثال زواج الوزير خيبر ورع عثرة على خيط عوني يحمل اسم أي، وعنخ آمون سون آمون أرملة توت عنخ آمون. وأيضا يوجد رسالة كانت قد أرسلتها عنخ آسن آمون أرملة توت عنخ آمون إلى ملك الحيثيين تطلب منه إرسال أحد أبنائه زواج منها بعد موت زوجها. وقام ملك الحيثيين بإرسال أحد أبنائه كي يتزوج من أرملة توت عنخ آمون، ولكنه مات قبل أن يدخل أرض مصر. وهناك اعتقاد أنه قد تم اغتياله على الأرجح بتدبير من الوزير خيبر ورع الذي كان خطط للاستيلاء على عرش مصر. قام بقتل توت عنخ آمون، قتل ابن ملك الحيثيين، ولكن هذه فرضيات ولا يوجد دليل قاطع لإثبات كل هذه النظرية. وتشير الأدلة التاريخية إلى وجود وزيرين توت عنخ آمون، أحدهما آي الذي تم ذكره والآخر حور مخيم. هناك أدلة أثرية تؤكد أنه بعد وفاة توت عنخ آمون استلم الوزير آي مقاليد الحكم لفترة قصيرة ليحل محله الوزير الثاني حور محب الذي تم في عهده داف معظم الأدلة على فترة توت عنخ آمون والوزير آي. وهذا يؤكد لدى البعض نظرية المؤامرة وكون وفاة توت عنخ آمون بسبب مرض المراجع التي كانت منتشرة في الجنوب. كان هناك سبب حول وفاة عنخ آمون مسألة مثيرة للجدل. هناك الكثير من نظريات المؤامرة التي كانت ترجح فكرة أنه لم يمت موتة طبيعية، وإنما تم قتله في عملية اغتيال، ونتيجة لاستخدام التصوير الحاسوب الشريحي الثلاثي الأبعاد. على مومياء توت عنخ آمون أنه لا توجد أي أدلة على أن توت عنخ آمون قد تعرض لعملية اغتيال، وأن الفتحة الموجودة في جمجمته لا تعود بسبب تلقي ضربة على الرأس كما كان يعتقد السابق، وإنما تم إحداث هذه الفتحة بعد الموت لغرض التحنيط. وعن الكسر في عظم الفخذ الأيسر الذي طالما تم ربطه بنظرية الاغتيال أنه نتيجة كسر في عظم الفخذ تعرض له توت عنخ آمون قبل موته، وربما يكون الالتهاب الناتج عن هذا الكسر قد سببه في وفاته. أظهرت التحاليل الحديثة أن عظم سقف التجويف الفم لتوت عنخ آمون لم يكن مكتمل، وكان طول قامة توت عنخ آمون 170 سنتي، كان طول العرض لجمجمته أكبر من الطول الطبيعي، مما حدا بالبعض لاقتراح مرض متلازمة مرفان كسبب للموت المبكر. وهذه الحالة وراثية تنقل عن طريق موروثات جسمية، ويقال أن السبب لوفاة هو تسمم الدم نتيجة الكسر في عظم الفخذ الذي تعرض له توت عنخ آمون. وقد أدى هذا إلى غرغرينا، وهي عبارة عن موت الخلايا والأنسجة وتحللها نتيجة إفراز أنزيمات من العضلات الميتة بسبب عدم وصول الأكسجين إليها عن طريق الدم. قبل هذا التقرير كانت هناك محاولات لمعرفة سبب الموت، واستخدمت أشعة إكس على مومياء توت عنخ آمون في جامعة ليفربول وجامعة ميشيغان خلال الفترة من 1968 و
1978 على التوالي، وتوصلت الجماعتان إلى اكتشاف بقعة داكنة تحت جمجمة توت عنخ آمون من الخلف، والذي تم تفسيره كنزيف في الدماغ، مما أدى إلى انتشار فرضية أنه قد تلقى ضربة على الرأس أدت إلى نزيف في الدماغ ثم الموت. أوضحت الدراسات لأن سبب موت توت عنخ آمون هو إصابته بمرض الملاريا ومضاعفات كسر في الصدر، كما أشارت الدراسة إلى وجود بعض الأمراض الوراثية الناتجة عن خلل جيني متوارث في العائلة. أما عن مقبرة توت عنخ آمون، تقع المقبرة في منطقة وادي الملوك في الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من طيبة، ولمدة 450 سنة أثناء عهد الدولة الحديثة من تاريخ خدماء المصريين، والتي امتدت من 1539 إلى 1075 قبل الميلاد، بمثابة مقبرة للمصريين تلك الفترة. يوجد في هذا الوادي الصخري الذي تبلغ مساحته ما يقرب من 20,000 متر مربع 27 قبرا ملكية تعود لثلاث أسر، وهي الأسرة المصرية 18 والأسرة المصرية 19 والأسرة المصرية 20، تم اكتشافها حتى هذا اليوم. ويوجد في الوادي 30 قبرا أخرى لم يتم اكتشافها حتى الآن. القبور المكتشفة في وادي الملوك حتى الآن وحسب الترتيب الزمني ترجع إلى تحتمس الأول وأمنحوتب الثاني وتوت عنخ آمون وحور محب، هم من الأسرة المصرية 18، رمسيس الأول وسيت الأول، رمسيس الثاني وأمين مسيس، وسيت الثاني وسبتاح، وهم من الأسرة المصرية 19، وست نختي، ورمسيس الثالث، ورمسيس الرابع، ورمسيس الخامس، ورمسيس التاسع، وهم من الأسرة المصرية 20. وهناك قبور أخرى لفراعنة مجهولين لا زالت المحاولات جارية لمعرفتها. كان بناء قبر الفرعون يبدأ عادة بعد أيام تنصيبه فرعونا على مصر، كان البناء يستغرق على الأغلب عشرات السنين. كان العمال يستعملون أدوات بسيطة مثل الفأس وحفر الأخاديد الطويلة وتطيل غرف صغيرة في الوادي، ومرور الزمن كانت هناك قبور تبنى فوق قبور أخرى، وكان شق الأنفاق والأخاديد الجديدة تؤدي في الأغلب إلى انسداد الدهاليز المؤدية إلى قبر الفرعون الأخضر. وانعدام التخطيط المنظم، هذا كان السبب الرئيسي الذي أدى لبقاء هذه الكنوز وعدم تعرضها للسرقة لآلاف السنين. الضريح الرئيسي قبر توت عنخ آمون، في 4 نوفمبر 1922 اكتشف العالم البريطاني هوارد كارتر عندما كان يقوم بأعمال الحفر عند مدخل النفق المؤدي إلى قبر رمسيس السادس في وادي الملوك، لاحظ وجود قبو كبير، واستمر بالتنقيب الدقيق إلى أن دخل إلى الغرفة التي تضم ضريح توت عنخ آمون. وكانت على جدران الغرفة التي تحوي الضريح رسوم رائعة تحكي على شكل صور قصص رحيل توت عنخ آمون إلى عالم الأموات، وكان المشهد بغاية الروعة للعالم هوارد كارتر الذي كان ينظر إلى الغرفة من خلال فتحة وبيده شمعة. ويقال أن مساعده سأله هل بإمكانك أن ترى أي شيء؟ فجاوبه كارتر نعم إني أرى أشياء رائعة. 16 فبراير 1923 كان هوارد كارتر أول إنسان أكثر من 3000 سنة يتقدم أرض الغرفة التي تحوي تابوت توت عنخ آمون. عثر كارتر على صندوق خشبي بنقوش مطعمة بالذهب في وسط الغرفة، وعندما قام برفع الصندوق لاحظ أن الصندوق كان يغطي صندوقا ثانيا مزخرفا بنقوش مطعمة بالذهب. ترجع أهمية مجموعة الملك توت عنخ آمون إلى العديد من الأسباب. أولها أن كنز الملك توت عنخ آمون هو أكمل كنز ملكي عثر عليه ولا نظير له، سيتكون من 358 قطعة تشمل القناع الذهبي الرائع وثلاثة توابيت على هيئة إنسان، إحداها من الذهب الخالص والآخران خشب مزهر. ثانيا أن تلك الأمتعة ترجع إلى الأسرة 18 أشهر وأزهى عصور الدولة الحديث، حيث انفتحت البلاد على أقاليم الشرق الأدنى القديم فضل الحملات العسكرية والعلاقات التجارية ونشاط أهل الحرف والفنانين. وأخيرا أن هذه المجموعة الهائلة قد ظلت في مصر، وتوضح كيف كان القبر الملكي يجهز ويعد
هنا نتوقف، ويسعدنا أن نلتقي معكم حلقة جديدة، ونتمنى أن تنال حلقتنا إعجابكم. إذا كان لديكم ملحوظات نرجو التواصل معنا.